أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه ويقضي فلا راد لقضائه ولا غالب لأمره وهو سريع الحساب لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه ولا غنى إلا في الافتقار إليه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات بحمد الله تعالى وفضله ومنه وجوده وكرمه وحوله وقوته ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يزال الحديث موصولا عن المحبة ذكرنا في حلقة سابقة الصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى ومن ثم يجب علينا لننال محبة الله عز وجل فنسعد في الدنيا والآخرة أن نتصف بهذه الصفات وأن نتخلق بهذه الأخلاق ذكرنا منها الاتباع اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التوبة الطهارة التقوى الصبر التوكل الإحسان القسط القتال في سبيل الله ومنها أيضا كما جاء في السنة النبوية المطهرة الحلم والأناه أن يكون المرء حليما لا يسارع بالغضب والغيظ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه لأشج عبد القيس لما وفد عليه مع قبيلة عبد القيس قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى الحلم والأناه أيضا من هذه الصفات الطيبة التي يحبها الله تعالى الرفق كما في حديث البخاري من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما دخل رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا رسول الله قالت عائشة رضي الله عنها ففهمتها فقلت لهم وعليكم السام واللعنة والسام بمعنى الموت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله قالت يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا فقال صلى الله عليه وسلم فإني قلت لهم وعليكم السام فالرفق من الصفات الطيبة كما أخبر صلى الله عليه وسلم فقال ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه أيضا من هذه الصفات التي يحبها الله كما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة المباركة أن يكون الإنسان مهتما ومنشغلا بمعالي الأمور وأشرافها صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها المقصود بمعالي الأمور وأشرافها الأمور النافعة في الدنيا وفي الآخرة التي من وراءها مصلحة دنيوية أو أخروية وعكس ذلك ونقيضه سفساف الأمور الأمور التي ليس فيها منفعة ولا مصلحة لا دنيوية ولا أخروية بل هو لغو وباطل ومضيعة للوقت أيضا من الصفات التي يحبها الله تعالى
كما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن يحب المرء لقاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه: إن العبد إذا أحب لقاء الله أحب الله تعالى لقاءه، وإن كره لقاء الله كره الله تعالى لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، فلقاء الله لا يكون إلا بالخروج من الدنيا، والخروج من الدنيا لا يكون إلا بالموت. فنبهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقصود من هذا الحديث، فقال: يا عائشة، إن العبد المؤمن إذا بشر بالجنة عند موته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن العبد الكافر إذا خرج من الدنيا بالموت بشر بالنار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. ومعنى ذلك أن المرأة يتمنى الموت للقاء الله بشرط أن يكون في صحة ونعمة وعافية. أما ما يفعله كثير من الناس يتمنون الموت حينما تنزل بهم المصيبة وحينما يحيط بهم البلاء، فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. والدليل على ذلك بمثال واضح بين، أن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام مر بمحن ومصائب وابتلاءات، ألقي في الجب فلم يقل توفني، لم يتمنى الموت. بيع إلى عزيز مصر كعبيد مرقوق ولم يقل توفني ولم يتمنى الموت. فتن، تعرض لفتنة كبيرة في قصر العزيز من قبل امرأة العزيز فلم يتمنى الموت ولم يقل توفني. أحاط به كيد النسوة يدعونه إلى الفاحشة فاستعصم بفضل الله تعالى ورحمته ولم يقل توفني ولم يتمنى الموت. لبث في السجن بضع سنين ظلما وعدوانا بغير جريرة وبغير ذنب فلم يتمنى الموت ولم يقل توفني. في كل أحوال البلاء والمصائب لم يقل توفني. لما مكنه الله تعالى وأصبح عزيزا على مصر وأصبح في رغد من العيش وفي سعة منه وفي نعمة، ماذا قال؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. بعد أن ذكرنا بحمد الله تعالى وفضله الصفات التي يحبها الله تعالى، ونرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يوصفنا بهذه الصفات وأن يخلقنا بهذه الأخلاق، نبدأ الحديث عن نقيضها وضدها، عن الصفات التي لا يحبها الله تعالى، وكما يقال: وبضدها تتميز الأشياء. فما هي يا ترى الصفات التي لا يحبها الله تعالى؟ ومن ثم علينا أن نجتنب هذه الصفات وأن نبتعد عنها بعد المشرقين. أول صفة لا يحبها الله تعالى الكفر. قال تعالى: إنه لا يحب الكافرين. وقال تعالى: إن الله لا يحب كل كفار أثيم. والكفر إخوتي الكرام نقيض الإيمان. كل اعتقاد وكل قول وكل فعل يناقض الإيمان يدخل تحت مسمى الكفر أيا كان، نسأل الله السلامة. والكفر مصيبة عظمى وداهية كبرى وشر مستطير، لأنه جحود لنعم الله عز وجل، ولأنه رفض للمهمة التي من أجلها خلقنا الله عز وجل. لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا؟ لنأكل ونشرب ونتزوج ونتنعم وينتهي الأمر؟ إذا ما الفارق بيننا وبين الأنعام والبهائم؟ خلقنا الله تعالى لغاية سامية ولهدف كريم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فخلقنا الله عز وجل وخلق آباءنا وخلق أجدادنا وخلق الناس جميعا لعبادته عز وجل، لإفراده بالعبادة، لتوحيده، لشكر نعمه، كما قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وكما قال عز وجل حاكيا عن الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم اجعلنا من الشاكرين ولا تجعلنا من الكافرين. إذن احذر أخي الكريم واحذري أخت الكريمة من الكفر بالاعتقاد أو بالقول أو بالعمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحلينا بحلية الإيمان وأن يزيننا بزينة الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الصفة الثانية التي لا يحبها الله تعالى الظلم. قال تعالى: إن الله لا يحب الظالمين. والظلم نقيض العدل والقسط. والظلم أنواع، منها ظلم العبد لنفسه، ومنها ظلم العبد لغيره، وأعظم أنواع الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تكفر بالله، أن تشرك بالله، كما جاء في وصية لقمان الحكيم لابنه. بماذا بدأ الوصايا؟ بأهمها، بأخطرها: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فاحذر يا عبد الله من الظلم، وأعظمه وأكبره أن تجعل لله ندا وهو خلقك. روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وظلم العباد أيضا بأخذ أموالهم وقتل أنفسهم واغتصاب بناتهم ونسائهم وحبسهم بغير جريرة وبغير ذنب، والتعدي عليهم سواء بالقول أو بالفعل، كل هذا من الظلم المحرم الذي حرمه الله تعالى على نفسه وحرمه على عباده. روى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل، حديث قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فاحذر يا عبد الله من الظلم، فالظلم مرتعه وخيم وعاقبته أليمة. روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر، أي أحق وأولى، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما ادخر له من عذاب الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. والبغي هو الظلم. فكل الذنوب عدا الظلم وعدا قطيعة الرحم وعقوق الوالدين تدخل فيها، قد يؤخر الله تعالى العقوبة لأصحابها ويجعلها في الآخرة، إلا الظلم، وإلا أن تعق الوالدين أو أن تقطع الأرحام. لا بد أن يعجل الله تعالى للظالم العقوبة في الدنيا
ولا بد أن يعجل الله تعالى العقوبة لقاطع الرحم ولعاق الوالدين العقوبة في الدنيا. لما؟ قال أهل العلم: وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، لأن العباد إذا رأوا الظالم وإذا رأوا قاطع الرحم مات ولم تعجل له العقوبة في الدنيا، ربما دفعهم ذلك إلى تقليده في الظلم وإلى تقليده في قطيعة الأرحام وعقوق الوالدين. لكن لو رأى الناس عقوبة دنيوية حلت بالظالم وحلت بقاطع الرحم وبعاق الأبوين، فربما دفعهم ذلك إلى تجنب الظلم وإلى تجنب قطيعة الأرحام وعقوق الوالدين. اللهم أجرنا من الظلم والظالمين، ونجنا من هذه الصفة القبيحة برحمتك يا أرحم الراحمين. الصفة الثالثة بعد الكفر والظلم التي لا يحبها الله تعالى: العدوان. فقد ذكر الله تبارك وتعالى بأنه لا يحب المعتدين: ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. والعدوان يكون باللسان سبا وشتما ولعنا، ويكون بالفعال ضربا بالأيدي أو تشاجرا أو تخاصما أو بأي طريقة أخرى توصل بها الأذى إلى إخوانك من المسلمين. فيجب عليكم، يجب علينا جميعا، وما أبرئ نفسي، الكلام موجه إلى الجميع إلى نفسي قبلكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، يجب علينا جميعا أن نكف أنفسنا عن العدوان ولا تعتدوا، وأن نصلح ما بيننا وبين إخواننا، سائلين الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يطهر أيدينا وأن يطهر ألسنتنا، فإن الله تبارك وتعالى لا يحب المعتدين. الصفة الرابعة التي لا يحبها الله عز وجل بعد الكفر وبعد الظلم وبعد العدوان: الفساد. قال تعالى: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: والله لا يحب المفسدين. وقد حذرنا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم من الإفساد في الأرض. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله عز وجل جعل الأرض صالحة للحياة لكل الكائنات. قال تعالى: والأرض وضعها للأنام. وكلمة الأنام تشتمل جميع الكائنات: البشر، الإنس، الجن، الطير، الحيوان، النبات. فالأرض صالحة لجميع الأنام بما فيها من خيرات وبما فيها من ثمرات وبما فيها من بركات أفاض الله تبارك وتعالى بها على خلقه أجمعين. كيف يأتي الإفساد في الأرض وصفة الفساد في الأرض لا يحبها الله عز وجل؟ بأشياء كثيرة: التلوث بجميع أنواعه، تلوث السمعي، تلوث البصري، تلوث البيئي، كل هذا إفساد في الأرض. الذين يدخنون وينشرون وينفثون دخانهم في الهواء، لا يكتفي الواحد منهم بإيذاء نفسه، بل هناك ما يسميه العلماء بالتدخين السلبي. أنت إذا كنت في بيئة دخن فيها مدخن فلا شك أنك يصيبك من هذا الأذى ما يصيبك، وإن كان بالضرورة أقل في الدرجة والخطورة مما يصيب المدخن نفسه. أيضا الذين يروجون للفاحشة في الأرض من بث السموم في هيئة الأغاني الماجنة والأفلام الفاجرة والدعايات الكاذبة والصور الإباحية، كل هذا إفساد في الأرض، وكل هذا إشاعة للفاحشة. وقد حذر الله عز وجل هؤلاء بعذاب أليم في الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاحذروا يا عباد الله من إشاعة الفساد، فإن الله لا يحب الفساد وإن الله لا يحب المفسدين. كونوا من الصالحين، كونوا من المصلحين. أيضا من الصفات التي لا يحبها الله عز وجل ولذلك يجب علينا أن نبتعد عنها كل البعد: الكبر. قال تعالى:
إنه لا يحب المستكبرين. والكبر صفة لا تنبغي أن تكون إلا لله رب العالمين. فالكبرياء لله وحده، ومن أسماء الله الحسنى المتكبر. ويحق لله عز وجل أن يكون متكبرا، فهو عز وجل الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله المثل الأعلى، وله المثل الحسن، وهو على كل شيء قدير. أما نحن ففقراء فضعفاء، لا نملك لأمرنا شيئا، ولولا رحمة الله تبارك وتعالى بنا لتخطفتنا الشياطين. من أنت يا ابن آدم حتى تتكبر؟ يروى أن المهلب ابن أبي صفرة، وكان من كبار قادة بني أمية وكان شجاعا، خرج ذات يوم يتبختر على ظهر فرس له، فمر في الطريق بالتابعي الجليل مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وعن أبيه، فلما رآه مطرف على هذه الهيئة من التكبر والخيلاء والفخر أعرض عنه ووله قفاه، فغضب المهلب ابن أبي صفرة وناداه، قال: يا مطرف، أما تعرفني؟ فقال مطرف: أعرفك والله حق المعرفة، أنت في أولك نطفة مذرة، وفي آخرك جيفة قذرة، وبين جنبيك تحمل العذرة. صدق والله، هذا هو وصف الإنسان. في بداية كل منا كان الواحد نطفة مذرة، مذرة تشبه البيضة الممششة الفاسدة، هذا هو وصف النطفة، الماء المهين الذي يستحي الإنسان أن يراه أحد على يده أو على ثوبه. وبعد موته يتحول كل منا إلى جيفة قذرة ينخر فيها الدود، وبين ذلك أثناء حياته يحمل بين جنبيه العذرة، الغائط عافاني الله وإياكم، البراز، هذا هو المقصود بالعذرة. فعلى أي شيء تتكبر يا ابن آدم؟ الكبرياء لله وحده. فالله عز وجل لا يحب المتكبرين، وقد أخبر نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فاحذر يا عبد الله من الكبر والكبرياء، فالكبر لله وحده والكبرياء لله وحده. أيضا من الصفات التي لا يحبها الله عز وجل الإسراف. قال تعالى: إنه لا يحب المسرفين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والإسراف قد يكون في الأكل، وقد يكون في الشرب، وقد يكون في الثياب والزينة، وقد يكون في الإنفاق، وقد يكون في المسكن، في كل مناحي الحياة. وفي المباحات إسراف إن تعدى الحد اللازم. تجد بعضا من الناس يضع على المائدة صنوفا كثيرة لا يستطيع لها حصرا ولا عدا، أنواعا من اللحوم، وأنواعا من الأسماك، وأنواعا من الدجاج، وأنواعا من البط والإوز، وأنواعا من بقية الخضروات. أي بطن تتحمل هذا؟ ويرفع من مائدته بعد ذلك الكثير الكثير الذي يكفي لإشباع نفر كثير من الجائعين. وربما نجد أمثال هؤلاء لهم جيران يتضورون جوعا، بل لهم أقرباء وأرحام يبحثون عن لقمة العيش، ولكن ليس هناك من مشفق، ليس هناك من راحم. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا الإسراف، فإن الله تعالى لا يحب المسرفين. والإسراف أيضا قد يتعدى المطعم والمشرب والمأكل والمسلب والملبس والمسكن إلى القول. نجد كثيرا من الناس يتكلمون كلاما ما هو بنافع في أمور دنياهم ولا في أمور أخرى، ليتهم يذكرون الله تبارك وتعالى، ولكنهم يتكلمون كلاما كثيرا، يسرفون في الألفاظ وفي الكلام في لغو وباطل. تجد الواحد منهم
يظل الساعات الطوال يتكلم عن كلام هو اللغو، هو الباطل، هو الكلام الذي لا يؤجر عليه بل يؤثم عليه. فاحذروا يا عباد الله من الإسراف في أي ناحية من النواحي، فإن الله عز وجل لا يحب المسرفين. أيضا من الصفات التي لا يحبها الله تعالى الفرح بالدنيا وبمتاعها الزائل وبظلها الحائل وبلعاعتها المستردة، هذا وصف الدنيا. قال تعالى: إن الله لا يحب الفرحين. فسر العلماء الفرحين هما هنا في هذه الآية من سورة القصص الذين يفرحون بالدنيا ومتاعها. أما هناك فرح محمود ذكره الله تعالى في الكتاب العزيز، قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا فرح المرء بفضل الله وبرحمة الله وبكتاب الله وما فيه من آيات وذكر حكيم وبسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وبمسائل العلم والفقه، فهذا فرح محمود وليس بفرح مذموم. أيضا من الصفات التي لا يحبها الله تعالى الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هناك استثناء، لكن الأصل يحرم عليك أخي المسلم أن تجهر بالسوء من القول، أن تتكلم كلاما فاحشا، أن تتكلم كلاما معيبا، أن تسب وتشتم، أن تلعن، أن يخرج من فيك هذه الألفاظ التي كثرت في زماننا، نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. الاستثناء الوحيد لمن ظلم يرفع ظلامته إلى القاضي أو إلى الوالي أو إلى صاحب الأمر، يقول: ظلمني فلان، قال لي كذا، شتمني بكذا، سبني بكذا، عيرني بكذا، سب أبي، سب أمي. هذه الحالة الوحيدة التي يباح فيها للإنسان أن يذكر وأن يجهر بالسوء من القول، أما ما عدا ذلك فالأصل والقاعدة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر أعمالنا من الرياء، واجعل أعمالنا صالحة ولك يا الله خالصة، إنك مولى ذلك ووليه وأنت القادر على كل شيء. هكذا إخوتي الكرام تحدثنا بحمد الله تعالى وفضله عن المحبة، وقبل أن نذكر الصفات التي يحبها الله تعالى وبعدها بحمد الله تعالى ذكرنا الصفات التي لا يحبها الله عز وجل، قبل هذا وذاك ذكرنا الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى كما ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. إتماما للفائدة أعيدها على مسامعكم مرة أخرى، ففي الإعادة إفادة وربما زيادة، وما تكرر فقد تقرر، وما تقرر فقد ثبت، وما ثبت فقد نبت. أول سبب يجلب لك محبة الله تعالى قراءة القرآن الكريم بفهم وتدبر لما أريد به. ثانيا المحافظة على النوافل بعد أداء الفرائض، فإن هذا العمل يوصلك إلى درجة المحبوبية وهي أعلى من درجة المحبة، بدليل قول الله عز وجل في حديثه القدسي الذي رواه البخاري: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثالثا من الأسباب التي تجلب للعبد محبة الله تعالى المداومة على ذكر الله تعالى باللسان والقلب والحال والعمل في كل وقت وحين، وقد أمرنا بذلك رب العالمين
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فذكر الله عز وجل أسهل وأيسر وأنفع وسيلة يصل العبد بها إلى محبة الله تعالى ومرضاته. رابعا، من الأسباب التي تجلب لك محبة الله عز وجل إيثار محاب الله تعالى على جميع المحاب عند غلبة الهوى. يعني تأمل الصفات التي ذكرناها وقلنا أن الله تعالى يحبها ويرضى عنها، فعليك أن تتصف بها وأن تتخلق بها. إيثار تقديم وتفضيل محاب الله على جميع المحاب عند غلبة الهوى. خامسا، التدبر والتفكر في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، إذا ما تدبر العبد فيها وتفكر أوصلته إلى محبة ربه عز وجل ومرضاته. سادسا، مشاهدة الآلاء والنعم الظاهرة والباطنة، ومشاهدة البر والإحسان الذي أولانا به الله عز وجل وهو الرحيم المنان. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تفكر العبد في نعم الله وآلائه يجعله يحبه، فإن النفوس بفطرتها جبلت على من أحسن إليها. وهل هناك أعظم وأكرم ممن أحسن إليك من الله عز وجل؟ لا والله، فهو المحسن وهو الكريم وهو الجواد وهو البر وهو الرحيم تبارك وتعالى وعز وجل. أيضا من الأسباب التي تجلب لك محبة الله عز وجل الخلوة به تبارك وتعالى، ولا سيما في وقت النزول الإلهي في ثلث الليل الأخير، حينما ينزل رب العزة كما أخبر البشير النذير صلى الله عليه وسلم فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ في وقت النزول الإلهي عليك أن تخلو بربك متهجدا قائما مصليا تاليا لآيات الله وللذكر الحكيم، خاتما ذلك بالتوبة والاستغفار كما أخبر الله عز وجل عن عباده المؤمنين، قال: وبالأسحار هم يستغفرون. اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار. أيضا من الأسباب التي تجلب لك محبة العزيز الغفار عز وجل، وهذا من أعظم الأسباب وليس فيه إلا القول، لا نستطيع أن نفصل وأن نشرح، انكسار القلب بين يدي الله عز وجل. أن ينكسر قلبك بين يدي الله عز وجل، أن تضع جبهتك على الأرض ساجدا، وأن تقر بعظمة الله عز وجل، وأن تقر بضعفك وبعجزك وبفنائك وبحقارتك، تقول: يا رب أنت الرب الغني وأنا العبد الفقير، يا رب أنت الرب القوي وأنا العبد الضعيف، يا رب أنت الرب القادر وأنا العبد العاجز، يا رب أنت العبد الباقي وأنا العبد الفاني، يا رب أنت الرب الحي وأنا العبد الميت. وهكذا تقارن بين صفات ربك عز وجل وهي صفات كمال وجمال وجلال، وبين صفاتك أنت وهي صفات عجز ونقص وضعف، والله المستعان. أيضا من الأسباب التي تجلب لك محبة الله تعالى ومن ثم تسعد في الدنيا وفي الآخرة، الحرص على مصاحبة الصادقين المحبين والاقتداء بهم في أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم، وأن تنتقي أطايب كلامهم كما تنتقي أطايب التمر. فهؤلاء هم الجلساء الصالحون، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال تعالى:
المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وضرب لنا صلى الله عليه وسلم مثلا للجليس الصالح وللجليس السوء، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحزيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أنت رابح بجميع الأحوال. أما نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فالصالحون الطيبون احرص على مجالستهم والاقتداء بهم في أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم، فإن هذا مما يجلب لك محبة الله تعالى ورضوانه. أخيرا وليس آخرا من الأسباب التي تجلب لك محبة الله تعالى، وهذا من الأسباب المهمة جدا، أن تحرص كل الحرص على مباعدة الأسباب التي تحول بينك وبين الله تعالى، تحول بين قلبك وبين الله تعالى. ولا شك أن أعظم الأسباب التي تحول بين قلب العبد وبين مولاه عز وجل المعاصي. فاحذروا يا عباد الله المعاصي، ولا تستهينوا بها وإن صغرت. نعم، قسم العلماء المعاصي إلى كبائر وصغائر، والكبيرة كل معصية توعد الله فاعلها بالنار أو بعذاب، والصغيرة ما دون ذلك. لكن حذر العلماء من الصغائر، لأن الصغيرة إن اجتمعت فيها شروط صارت كالكبيرة وربما أشد وأخطر. المواظبة على الصغيرة خطر، الاستهانة بالصغيرة خطر، الفرح والسرور بالصغيرة خطر، الاستهانة بستر الله على صاحب الصغائر خطر، الإصرار والمواظبة على الصغيرة خطر، أن يكون صاحب الصغيرة رأسا أو إماما يقتدى به خطر. فكل هذه الشروط وكل هذه الأخطار إن اجتمعت في الصغائر أهلكت صاحبها. فاحذروا يا عباد الله من اجتماع الصغائر، واحذروا من الكبائر، سواء كانت تتعلق بكبائر القلب، كبائر الباطنة كالحقد والغل والحسد والضغينة والغش والشرك والنفاق، أو بالكبائر المتعلقة بالجوارح، الكبائر الظاهرة كالقتل والسرقة والزنا وشرب الخمر والربا وشهادة الزور والغيبة والنميمة. كل هذه المعاصي من أعظم الأسباب التي تحول بينك وبين محبة الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه.